السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب في شرح جديد من قناة تايجر ويب. طبعا احنا عرفنا إن أي موقع عشان يربح أو خدنا على كده إن لازم يقبل في شركة أدسنس. لا، النهاردة جايب لكم موقع تاني بالربح من عملة البيتكوين. طبعا البيتكوين اليومين دول طالعة نازلة طالعة نازلة وفي الطالع دايما، يعني بتنزل حاجات بسيطة وبتطلع تاني، يعني العالم كله دلوقتي بيتكلم عن البيتكوين. قبل الهوجه بتاعت البيتكوين ديت انا ما كنتش مقدم على ادسنس في الموقع بتاعي اللي هو موقع تايجر ويب، تمام، مقدم على شركه تانية بتحاسب بالبيتكوين. طيب دلوقتي دي الشركه اللي انا مقدم عليها اللي هو ايه ادس، الموقع اسمه كده، تمام، ده اللي انا ربحته منه. انت بتسحب من كل المبلغ، اقل مبلغ فين السحب، هو عامة 10,000 ساتوشي. طيب دلوقتي احنا هنجيب الرقم ده هنا، عايزين نعرف الرقم اللي انا عملته ده او جهزته ده في خلال مثلا اتجمع في خلال مثلا 20 30 يوم، مثلا 20 يوم ما كملش 30 يوم، عايزين نشوف المبلغ ده هيعمل كام بالمصري هنا في البيتكوين او بالدولار. تمام، هنا معانا 772 جنيه، يعني الموضوع داخل على 1000 جنيه. وطبعا زي ما انتم شايفين دي اسعار البيتكوين. مثلا يعني لو انا كنت عملت الفيديو في 21 فبراير كان زمان شفت البيتكوين عامل كام، هنا يعتبر ضعف المبلغ، داخل على مبالغ رهيبة. تمام، فهو البيتكوين كده هتلاقيه رافع، انت ممكن تبيع لما يرفع، عامل كده زي البورصة. تمام، انت كده ده معاك بتسحبه على المحفظة بتاعتك، وكل ده السنة مشروع عندي كده في مشروعات في شروحات البيتكوين اللي هو التجميع والتعدين عليها. تمام، لكن النهاردة احنا بنشرح حاجة تاني خالص. احنا النهاردة هنشتغل على حاجة بتجيب بيتكوين وهي لوحديها. انت بتعمل موقع ومش مش شرط ان انت تعمل محتوى حصري حتى لو منسوخ. الموقع ده اللي يهمه زيارات حقيقية، زيارات حقيقية من جوجل أو من اليوتيوب أو من أي حاجة، هم حاجة زيارات حقيقية. مثلا نخش على الموقع بتاعي كده ونشوف أنا عندي زيارات منين، نجيب إحصائيات الموقع. تمام، ده الموقع بتاعي مثلا 1000 زيارة في اليوم ولا حاجة، نشوف آخر 24 ساعة زياراتي منين، هتلاقيها مثلا اغلبيتها من جوجل والباقي من اليوتيوب من القناة بتاعتي يعني. تمام، احنا دلوقتي كده هنشتغل على ازاي نعمل موقع من الصفر. انا كنت عامل قبل كده الدورة بتاعت جول ده، انا على موقع تاني تقريبا، ده مش الموقع بتاعي، لحظة واحدة، انا كنت عامل الدورة القديمة لكن عشان الناس ما شافتهاش وممكن يكون في حاجات اتغيرت، فاحنا هنعمل دورة جديدة، دورة 2021 لإنشاء بلوجر. ويلا بينا نخش في الشرح عشان ما نطولش على الناس كتير، وأنا آسف جدا على التأخير اللي حصل اللي فات لأجل ظروف خاصة. ويا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ونبدأ دورة بلوجر. والنهاردة أول درس في دورة بلوجر، وهنشوف دلوقتي هنبدأ ازاي من الصفر عشان الناس المبتدئة من الصفر، عشان اللي مش فاهم حاجة. يعني انا اسف للناس اللي هي عارفة كويس اوي هي بتعمل ايه وعارفة البداية ازاي. لا، لو انت عارف البداية ازاي، لو انت شايف البداية انت عارفها، اقفل الفيديو وخلاص، ركز معايا في الدورات اللي جاية عشان هنلاقي حاجات مختلفة ازاي تجيب لنا مشاهدات من جوجل بالمحتوى المنسوخ. المحتوى المنسوخ اصلا ترتيبه في البحث قليل، طب انت ازاي هتخليه ترتيبه كويس؟ ده اللي احنا هنعرفه في الدورة دي كلها. ويا ريت اي حد عايز مكان للربح من غير ما هو يجي جنبه، انا بقالي مثلا في الموقع دوت، احنا مثلا في شهر 3، انا ما بنشرش الموقع ده من شهر 1 يعتبر، او 28/12 يعني يعتبر اوائل شهر 1 انا ما بنشرش، ده كان اخر مقال انا نشرته. تمام،
وفي القناة كذلك، بس القناة هي اللي ايه بتهبط شوية يعني، حتى الموقع ما بيهبطش، بيجي لك عليه زيارات لو انت بس ظبطت الدنيا اللي انا هقول لك عليها وهنشوفها دلوقتي. انت حاجة دي اعملها هتنشر فيها شوية، لو انت اهتميت بيها يبقى افضل وافضل بكتير، هتلاقي ربحها زاد وزاد وزاد، ومش شرط ادسنس ولا حاجة. ادينا معانا موقع اهوت، معانا عملة بتطلع وتنزل لوحديها، كل ما تطلع عاملة زي سعر الده، كل ما تطلع هنبيع. تمام. ودلوقتي نروح لشرح أول درس من الدورة ونخلينا مع بعض. هنيجي كده على صفحة الجيميل، عشان أول حاجة هنعملها هو الجيميل. الجيميل أنت كده بتعمل حساب في اليوتيوب وفي بلوجر، لأن البلوجر واليوتيوب شركات تبع جوجل، فلازم أنت عشان تشتغل عليهم لازم يكون معاك أولا جيميل. ممكن انت تشتغل على ووردبريس، لكن ووردبريس محتاج حوارات تانية ومكلف، لكن ده مجاني، انت بتعمل موقع مجاني وبتكسب منه فلوس. تمام. دي اول حاجة بنعملها، خطوة الجيميل. هنيجي هنا عند انشاء حساب، هو الجيميل مش صعب جدا، انت ده معاك رقم تليفون خلاص، بتكتب هنا الاسم وبتكتب اسم التاني واسم المستخدم اللي هو يعني بكتب اي حاجة يعني، مش شرط حاجة معينة، وبتكتب هنا الباسورد. وبتدوس التالي، بتحط رقم التليفون، طبعا ممكن ما يدكش رقم التليفون، ممكن هنا بيكتب لك اختياري، يعني احنا ممكن نكمل على كده. هو كده انشأ الحساب الجيميل، وطبعا ممكن يقول لك لازم رقم تليفون، وطبعا حتى لو ما قالكش لازم رقم تليفون انت لازم تعمله برقم تليفون، لان ده الحساب بتاعك يعني. هو ساعات بيطلع كده مره واحده ان هو مش طالب رقم تليفون، بيكون اختياري، وساعات بيبقى اجباري، بس احنا لو حتى وصل معانا اللي هو هيدينا رقم تليفون اختياري هنحط رقم التليفون. ليه؟ لان احنا لازم نامن الحساب. احنا دلوقتي عملنا حساب على جوجل، طب هنعمل ايه بعد كده؟ طب نامن الحساب دوت عشان هو يكون ده مصدر اكل العيش بتاعنا، ممكن يتسرق، ممكن ننساه. تمام. هنيجي هنا عند إدارة الحساب، ونيجي هنا عند تأمين الحساب. هنا بيقول لك إضافة طرق لإثبات الهوية، هنا هتحط رقم التليفون بتاعك وهتحط البريد الإلكتروني الإضافي. لو أنت معاك بريد قبل كده ممكن نعمله هنا، أو بريد بتاع واحد صاحبك ممكن برضو تعمله هنا للاسترداد، يعني حاجة كده عاملة زي رقم التليفون ممكن تسترد بيها الحساب. ومن بعد ما تحط رقم التليفون هتلاقي خطوة تانية بتعديك. لحظة واحدة، ممكن نشوف الخطوة دي هنا. تمام. هي بعد ما تحط رقم التليفون بتاعك، لان هنا ولا هنا محطوط رقم تليفون، هتلاقي حاجة اسمها إثبات يعني تسجيل الدخول، اللي هو أنت ما تسجلش الدخول إلا برمز أنت بتبعته للتليفون بتاعك. أول حاجة هيقول لك فعلها، المصادقة الثانية هتفعلها خلاص. تمام كده، إحنا معانا الحساب الجيميل بتاعنا، وعرفنا إزاي هنعمل حساب على الجيميل. كده ناقص لنا حساب بلوجر، وده في الدرس اللي جاي بإذن الله، هتلاقوه قريبا على موقع تايجر ويب. وكده يبقى شرح النهارده خلص، واستناكم في الشرح الجديد. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، لان الدوره دي فيها حاجات ممتازه ان احنا هنعملها، خلي الموقع بتاعنا حتى لو ما نشرناش عليه يجيب لنا فلوس، حتى لو كانت قليله فانت ما بتتعبش في حاجه، احسن من اي ما تلاقي حد بيعمل لك موقع تعدين. انا غلطت لما جبت موقع تعدين وبيرجع يتقفل. هو دلوقتي احسن موقع تعدين، موقع تعدين انا كنت عامله الروبل عندي لونه برتقاني كده، هو ده الموقع الوحيد اللي صادق وبيدفع، حتى مهما كان انا بقالي كده عليه بتاع 7 شهور وبيدفع. تمام. وشغال عليه وكسبت منه كتير.
هو ده الموقع الوحيد اللي ممكن اثق فيه بتاعدين. فاحنا عايزين حاجه تجيب لنا فلوس على طول. طب نعمل الموقع. تمام، انا عندي الموقع اوريكم اثبات، وبرده هسحب من الموقع ادسنس دوت اللي هو ايه ادس دوت، مش محتاج اي حاجه فيها اثبات ان انت موقعك حصري او الكلام حصري، مفيش نسخ، لان جوجل ادسنس ديت شركه خنيقه في الشروط بتاعتها يعني. تمام، يعني قبلت القناه بس عشان القناه محتوى انا اللي عامله. تمام، حتى لو كان مقلد بس انا اللي عامله. تمام، حتى لو كان في فيديوهات معموله ناس عاملينها قبلي او بعدي، ف خلاص يا ابو الفيديوهات دي هو اللي عاملها محمد لوحده. لكن انك تنقل كلام، فانت صعب جدا ان تلاقي كلام حصري اللي انت هتكتب بنفسك، وده محتاج تفرغ كامل، محتاج ان انت تقعد 12 ساعه عشان تعمل مقال، وممكن ما تعرفش تعمله. في ناس بتعمل المقال ال1000 كلمه في اسبوع كامل، اسبوع كامل فعلا من غير مبالغه، لان هو بيجيب موقع من هنا وبيجيب معلومات من هنا عشان يعمل مقام قيم كمان، يقدر ان هو يجيب له نسبه مشاهده وثبات في المقال ذات نفسه. اما هنا انت مش محتاج، انت ممكن تخش في اي مقال نفس الشروحات اللي انا هقدمها لكم الفتره الجايه، هتعرفكم ازاي تجيبوا المقال في 5 دقائق بس، واقل من 5 دقائق كمان، ويكون برضو نصه حصري مش يكون نسخ كله، عشان ده يجيب لكم نسبه مشاهده من جوجل مع الوقت. تمام، وكده شرح النهارده خلص، واشوفكم في شرح جديد من قناه تايجر ويب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.